خلق مشاكل على هذه المراحل أصبحت تشكي المشاكل أصاب وأموت المشاكل معنا في الدنيا نتوتر في بعض الأوقات يا إنسان لا تتكلم أتحكم في أعصابك أعاون هذه الأعراض هي تتسبب المسائل وصبور في المعاصي وطمحة المصائب حتى تتأمل الحياة هاي جات لومبريطا لو كان غير يحبسنا برك السلام عليكم سلام اخويا سلام ما توصلناش الغساله جيا جيا غساله ايه ماشي ربي هذه ماشينا ربي تعيط لها غسالة أنا عمي والماشينا ربي كيما الناس كلها صاحبين يا زلمة وين تقم؟ هنا برك وين هنا برك؟ فرس فرس يا قلت غير هنا برك يا واهدر ما تحشمش تسمع برك برك ايه هزيت واحد قال لي هز لي خزانة وقال لي هنا برك نقول لك وين ثانية يجبني وحش اوه كيما على بالك انا والله تم انا ودارت قال لي مع الاول خزانة دارتي مناجمة لا 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 شوف برك غسالة برك هذا ما كان أخوي هذا ما عندك هذا ما عندي هذا ما عندي وين تسكن هنا برك يا ما تعشمش هدر يا أخوي قول لي وين أبرز الحمد لله سيلوك سيلوك خويا يا هدر قول سيلوك سيلوك هنا برك ولا هيا ما عندي هاي تلت الخالد سيلوك سي محمد ولا أبا 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 واش سي محمد هذا تركر ولا في الدخنة يا سرى صاحبي ولا صارت شرطة هلقيت نهز لك الغسالة تاعك ودرك اسمع عجبك العادة عجبك ما عجبك لا 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 خويا لا لا ما زيد اوراق هذا وقت خداع اه خويا يرحم والديك يرحم والديك والدي هاني من الصباح وانا نستنى واحد ما حد يعبس هاي هاي راتبها يرحم والدي احبط عاوني هاي نعم نعاونك شلون نعاونك هذا ولو عتيبه طلع على روحك يرحم والديك اخويا يدينا ياسر هيا خويا هيا خويا والله العظيم حرنا بك والله يحرنا ما لقيناش كيف نعملوا معك والله اسمع اسمع حاسب لي حمان ولا لا لا خويا ارحم والديك الى حبيت ها وما قدرتش نهزها وحدي هيا اوف والله العظيم حشمتونا ما لقيناش كيف نهضروا معاكم نحملوا لكم نساعدوكم هيا هيا هذه الغسالة شوف نقول لك هذا والله انت ولوني راح نزمع بارك الله فيك راني نقول لك والله من شوف والله من ورا تاعي ما نخرج الله يعيشك خويا والله ما نخرج هيا هيا بسم الله هيا على عقل برك على عقل وساعدني اه ساعدني يرحم والديك اه معليش ربي على عقل على عقل على عقل على عقل ماهيش على عقل بالعقل هذه بريدة يا سمعة بالعقل هيا روح بلعقل يرحم باباك وساعدني والله مريض بلعقل هاي 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 بلعقل ربي ضرك 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 ها أقدر بلعقل
اسحبي اسحبها هذا مازوط هذا شو العقلية تاعك نخسر عليكم السوبر ولا وشيا عندك الحبل باش نربطوها اسمع وخيك الربيط سبيزي عليه تاع الربيط اسي محمد كلش خاف عليه غير الربيط ما تخافش عليه بارك الله فيك قابلني ليه ودير العقدة ليه صح وكيما نقول لك دير دير ربطة من تم احكم ليه الربيط خاطيك يا سي محمد الربيط انينا اثبت اثبت مليح ها قول لي اخويا ونعم اخي نركب معاك القدام كيف كيفاه ايه نركب معاك القدام تركب معايا القدام لا هذا هو انا بالدراع باش نور من القدام كيف تركبت انت معايا من القدام اسمع هاي بلاصتك تركب من لورا او اللورا نركب هنا اللورا اللورا باش تحسها وما عندكني هذه يا اخويا حبيت تقتلني ولا اطلع قدك اطلع اطلع قدرك هيا ابا 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 الدخان هذا راح يقتلنا مربوطه مليح ولا اسمع انا ما انت مسخرش اسمع وما زال خير القدام واش قلت واش قلت يا روح روح ديماري ديماري راح يجيب الماشي نرى بيه حصل وكليب وكليب بالرايو وين انا نشوف فيهم جيب ولا غير جيبها هاي اخوة انا نسكنة هنا يا اخي ما كذبتش عليك قلت لك في السيلوك في السيلوك لا سيلوك صحيح ايه تسكن اخي ارضي لتم تم فوق رمي لا زيد زيد شوي زيد زاني زيد شوي زيد فتلت يا ودي الفوق تشوف المرأة هذيك ورا يطل هاي والله هاي اخويا الفوق خلاص انا عمي ربي ربي سهل عليك هاي تعاونوا انا رمي هضرت لك قبيل كي هزيت معاك راني مريض من سناني والله ما نقدر وكيفاش راح ندير دوك انا خويا مي عندي من منك اخويا نزل لما نتاعك وربي سهل عليك سمع عمدة اطلع بهم هاي اسمع ها زيد اسمع واش هادي دير تحت هاي خلص الراجل في الحكم هاي راني عرفته مولا كلمة وانا راجلي عنده كلمة هذا وين عمالي هذا وين تنيت يا ربي هذا وين تنيت من الغسيل تاع يدي يدي ما تتعبوا يعطيك الصحة يا كمال الله لا يحرمني منك دوك راح نطيب لكم قهوة سخونة كما تحبوها يا وسيلو تبارك سبحان الله ها قلنا لك في 25 كيف هذوك كانت مسخرة بعضها هذاك هو ياسر عليك يا اخي هذا يا اخي السلام عليكم سلام اهلا 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 اخويا اهلا واش راكم لاباس صباح اخويا والله جابك ربي قد قد ها اخويا تعاوني يا عمي البشر يا اخويا وش هي هذه ساعه ايه غساله غساله كل شيء مبروك اخويا يبارك فيك يبارك فيك هاي هاي يا عمي البشر مين تعاوني شنو نشوفوا كاش ولادي يعاونونا كاين يا والله كان حتى واحد هنا شوفوا شوف ايش بنت جامد تعاوني ساعه بالعقل ايش بالعقل ايش بالعقل زين هاي هاي الله لا حول ولا قوة يا تقيله حب يعطيك الصح يا اخويا بابا زيت البركة يا بركة تحبي هاي هاي تويش اخويا طلع الفوق هات 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 هات
بالعقل عمي باش يحل وتهلا يهلس الجار بالحبس. شوف ما زلت تنقضي الزربية نتاعك هذيك اللي تقيل معنقبة من الصباح لليل ما تعيا مقطعة صار ما لما ننفضش ننفض كيما نحب ونخدم كيما نحب راني في داري راني حرة تعرفي انت ماكش تعبطينات سارة انا مانيش تعبطينات وانت واش تحسبي في روحك انا لا واش اللي صرا قولوا لي واش اللي صرا كل يوم تسمعوا مع بعضاكم تقاضوا مع بعضاكم الصباح هكا العشية هكا في الليلة احشموا شوية عمي بشير راهي هبلتني شفت عمي بشير هذيك المرة وش عاملة فيا قولي هذي تحكم دارها يا عبدي بالله من الشيطان الرجيم اسمع واش منتابق رأي واش منتابق في السابع في السابع يلا يلا اكتب على ربي هاي هاي روح امشي واش واش هاي هذا عمك بس هاك اللي ما مش عارف ليش هاي هاك اللي بيخيم هز قاعد واش يا سي محمد؟ ما تعرفش تقرا؟ وينك شي بلاصه نزلها للزرع من الناس؟ معليش معليش جيت قبلكم بصح الله يبارك تفضلوا. واش هو كي يطلع برك يقول لي يقفل الباب وراه. صحة صحة وسكن هنا وما فيك بلاصونسيور دوك يقعد دوك يقفل لك الباب. هاي قدو هاي هكا. بشوية جماعة نسميه الله يبارك الله يبارك الله يبارك أيوة ورأسك ما تنساش برك توصل فوق أقفل وراك الباب إيه بارك الله فيك عايز أوزي تخلي الباب محلول اقفل الباب نطلع ونهبط فيه باه نهز باجاجي ونعاود نطلع فيه ماشينا
عندك الماء جاي نحن وانا عندنا بيتين نزل اخويا يرحم والديك لا انا غير استوعب بارك يا ربي عاود وقت انشابك انا نفرح هذا ونزيد نشبين يا عمي بس يا الله يا الله رشيد مش مين راه محبط في رجيده ومش معه طاقي شوش مطمئن معه يعني بعد دبا رشيد وكيف راح نديرو دوكا كمان سي بشير صحيح سي بشير مش معه شوش مطمئن لكن مشينا راضي كل شي مبروك شي مبروك يا ريباني وش مليح وش المركه تاعها ايوه عندو اسم المركه رشيد شو ما طلعوا صح هنا ومن بعد سهبطوا تشوفوا تعرف كيف رشيد ما طحنا وبعد يطلعوا هما وحنا صاحبي في الزيدة شو قدمنا وما مشينا نوري تاوس شوف الفريجيدار اذكر من الماشينة لافي حنا الفريجيدار صاحبي ديها صعيب على الوحدة تاعهم وزيدوا هذا بجل من هذيك اسمع سي باشير كيما قال لكم مرقان ما طحنا وانتم ما طلعوا حنا على برك الفريجيدار صاحبي وزيد ما كان ما والو الفريجيدار بجل بارك الله فيك سمحنا الفريجيدار هو جيس باش نخدمو برك ولا نشرح هو الماشينة راضي ونعقبو ومن هنا يقنع ويدير الموتور تاع الماء عندو شراح عندو يروح شكون اللي يتعب اللي طالع ولا اللي هابط اللي طالع راه مطلع واللي هابط راه هابط ودي وين ما ديماش ماكش فاهمها العليا نطلعو حنا ومن بعد تهبطو نتوما هاي كمان هيا هش نشوفو شكون اللي يتعب هاي هما راح يهبطين احنا نطلع قبلهم نعقل Я не ошибаюсь!
توجه خي قلت لكم بوكر بوكر كبير جبتوها يعطيكم الصحة بصح قول يا كمال انت ماشي نالغي انت عجزين ولا تعالي تخرجي حب كل في الأوطان بالميناء يا خطر